علشان نفهم عمليه التسويق بتحصل ازاي لازم نفهم الاكس راي بيتفاعل ازاي داخل الجسم، الانتر اكشن بتاع الاكس راي فوتونز مع الذرات بتاعه التيشوز نفسها الموجوده بيحصل ازاي، او ايه انواع الانتر اكشنز اللي بتحصل. في عندنا اربع انواع رئيسيه. النوع الاول هو حاجه بنسميها الكوهيرنس سكاترينج. الكوهيرنس سكاترينج دوت بيحصل ان الانسيدنت اكس راي فوتون بيعمل انتر اكشن مع الذره نفسها بحيث ان هو يحصل له بس مجرد تغير في الاتجاه بتاعه من غير اي تغير في الانرجي خالص، يعني بيطلع بنفس الانرجي، بيطلع سكاترد اكس راي فوتون بنفس الانرجي الاصليه اللي دخل بيها وبس اتجاهها بيختلف. طبعا ده بالنسبه لنا بالنسبه لعمليه التصوير ملوش اي قيمه، لان احنا بنعتمد على الانتر اكشن اللي بيحصل بين الاكس راي والماده، وان هو بيقلل شويه من الاكس راي وبيقللها بشكل يعتمد على نوع الماده نفسها علشان نقدر نطلع صوره فيها كونتراست من انواع المواد المختلفه. لما يكون في عندنا انتر اكشن بيطلع منه نفس نوع الاكس راي، نفس الاكس راي اللي داخله هي اللي طالعه بالظبط من غير اي تغير، ده ما بالنسبه لنا ملوش اي ريليفانس بالنسبه لعمليه التصوير. فبالتالي اول نوع اللي هو الكوهيرنس سكاترينج ملوش اي قيمه بالنسبه للتصوير الطبي. في عندنا النوع الاخير دوت اللي هو حاجه بنسميها البير برودكشن. ده الحقيقه بيحصل لما يكون في عندنا انسيدنت اكس راي فوتون بيبقى الانرجي بتاعته اعلى من 1.02 ميجا الكترون فولت. الحقيقه ده حاجه فيري سبيسيفيك، لان هو بيسكلي الانرجي ديت لما بتدخل جوه النواه بتتفاعل مع النواه بقى المره دي بتطلع لنا الكترون وبوزيترون، يعني الطاقه نفسها ال 1.02 بتتحول، طبعا احنا عارفين اللي هي القانون بتاع الاي بتساوي ام سي سكوير، العلاقه اللي بتربط الانرجي بالماس، الانرجي تتحول لماس، تتحول لتو الكترونز، تو 1 الكترون و 1 بوزيترون. طبعا احنا عارفين الالكترون والبوزيترون هما الاثنين ليهم نفس الماس، بس طبعا الاشاره بتاعتهم بتاعت التشارج بتاعتهم مختلفه، فكل واحد فيهم الماس بتاعته بتبقى equivalent لطاقة بتساوي 0.511 يعني نص ميجا الكترون فولت تقريبا. وبيسكلي احنا الطاقة بتاعت الانسيدنت اكس راي فوتون دي بتتحول للتو ماسز اللي هم الالكترون والبوزيترون، والبوزيترون بعد كده بيتفاعل مع الالكترونز اللي موجودة عندنا في الالكترون كلاود اللي موجودة في الذرة نفسها ويطلع منه بعد كده تو فوتونز. الحقيقة دول بنستعملهم بعد كده في تصوير باستعمال البت اللي هو البوزيترون ايميشن توموجرافي، ده ملوش علاقة بالاكس راي خالص. فبالتالي الحاجه اللي بتحصل هنا برضو ملهاش اي علاقه بالتصوير في الاكس راي خالص. عشان كده احنا بنتكلم برضو في التصوير في الاكس راي بنتكلم على الرينج بتاعه من حوالي 20-25 كيلو الكترون فولت لغايه 120-130 حتى ماكسيمم يبقى 150 كيلو الكترون فولت، ما بنروحش خالص ناحيه الميجا الكترون فولت. فبالتالي البير برودكشن ملوش اي علاقه بالتصوير باستعمال الاكس رايز. النوعين التانيين بقى اللي هم ليهم علاقه حاجه بنسميها الكومبتون سكاترينج وحاجه بنسميها الفوتوريكتريك افكت. الحقيقه الاثنين ليهم ريليفانس للتصوير باستعمال الاكس رايز، بس الحقيقه طبعا في اختلاف بينهم، يعني مش هما الاثنين بيستعملوا عشان يعملوا جنريشن للصوره، اكشوالي واحد فيهم بيستعمل عشان يدينا الكونتراست اللي احنا عايزينه في الصوره والتاني بيعمل لنا نويز على الصوره. فبيسكلي بيبقى لها لهم تو افكتس، بس هما الاثنين ليهم تاثير على الصوره عموما في الاكس راي ايمج. الكونتور سكاترينج او في بعض الاحيان بنطلق عليه انكوهيرنت سكاترينج عشان نفرق بينه وبين الكوهيرنت سكاترينج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. بيبقى نفس الحاجه اللي بتحصل في الكوهيرنت سكاترينج بتحصل هنا برضو، بيحصل ان الاكس راي فوتون بينتراكت مع الذره ويحصل انحراف للفوتون، طيب يطلع فوتون تاني اخر منحرف عن الدايركشن الاصلي بتاع الفوتون اللي ساقط على الماتيريال. الحقيقه الفرق هنا ان بيحصل انتر اكشن بين الفوتون دوت وبين الباوند اللي هي الالكترونز الموجود عندنا في المدارات الخارجيه، وبيحصل ان هو يحرر احد الالكترونز ديت بنسميه كونتر الكترون، يعني بياخد واحد من الالكترونز الموجوده في المدارات الخارجيه دي ويديله اناف انرجي عشان يسيب الذره بتاعته، وممكن كمان يديله كينيتك انرجي زياده. باقي الانرجي بيتحول او بيستمر في اتجاه مختلف بنسميه بعد كده scattered X-ray photon. فبالتالي عندنا الـ X-ray incident X-ray بتساوي الـ energy اللي هي الـ scattered X-ray اللي هو الفوتون اللي جاي هنا دوت كده اللي هو اللي خرج، بالإضافة للفقد اللي حصل نتيجة ان احنا بندفع الـ binding energy عشان نحرر الإلكترون من داخل الذرة، زائد الـ kinetic energy اللي بنديها للإلكترون دوت عشان يتحرك بيها. الحقيقة الإفكت دوت زي ما احنا كنا بنتكلم العيب بتاعه ان هو بيطلع لنا إلكترونز في جميع الاتجاهات،
بالتالي احنا بيبقى في عندنا مشكله ان ده يعني بيبقى الفوتون نفسه ما بيبقاش عارفين هو جاي منين، وبالتالي بيبقى هو ده السورس الاساسي للنويز اللي موجود عندنا في صور الاكس رايز. الايفكت دوت الحقيقه بيبقى عاده بيبقى مع يعني بيحصل مع الاوتر شيل الكترونز، وعاده بيحصل يعني بتناسب مع الانرجي بشكل عكسي. بمعنى ان احنا لو احنا بنتكلم مثلا على السوفت تيشو، السوفت تيشو مثلا لو هو بيحصل انتر اكشن بنسبه معينه مثلا عند ال 20 كيلو الكترون فولت، بتفضل تقل بشكل يعني واحد على اي، واحد على الانرجي، يعني كل ما احنا علينا الانرجي بتاعت الاكس راي بيم. طبعا بيبقى في عندنا اعتماد اخر على الحاجه بنسميها الماس دنسيتي، يعني هي الكثافه بتاعت الماده نفسها عامله ازاي. كل ما الكثافه عليت كل ما كان الانتر اكشن اعلى. اعلى بمقدار قد ايه؟ طبعا بتعتمد على العلاقه في الكثافات بين المواد المختلفه وبعض قد ايه. يعني مثلا لو بنتكلم على بون، البون بيعمل كونتر سكاترنج اكتر من السوفت تيشوز. اوكي؟ بالنسبه للاتوميك نمبر، الانتر اكشن ده ملوش اي علاقه بالاتوميك نمبر، يعني بمعنى ان هو ما بيتغيرش بالاتوميك نمبر بتاع المواد اللي هو بيعمل الانتر اكشن معاها، فهو بيعمل بيتغير مع الانرجي بشكل عكسي، وبيتغير مع الماس دنسيتي بشكل يعني يعتبر كل ما الماس دنسيتي كل ما كانت اعلى كل ما كان في يعني انكريس للكونتور سكاترنج اللي موجود عندنا داخل التيشو. النوع المهم جدا بالنسبه لنا في التصوير الطبي هو الفوتو الكتريك افكت. الفوتو الكتريك افكت بيحصل نتيجته ان الانسيدنت اكس راي فوتون بينتراكت مع واحد من الانر شيل الكترونز. الانر شيل الكترونز طبعا بيبقى الطاقه بتاعت تحريره بتبقى اكبر شويه من الطاقه بتاعت تحرير الكترون في الاوتر شيل الكترونز، وبالتالي تقريبا بنفقد الانرجي بتاعتنا كلها في شكل بايندنج انرجي زائد كاينتيك انرجي للفوتو الكترون. بمعنى احنا بنسميها فوتو الكتريك عشان عندنا فوتون تحول لالكترون، يعني فوتون دخل والكترون طلع، مفيش اي حاجه سكاتر طلعت بعد كده. فبيسكلي ده بيقول لنا ان احنا الفوتون اللي كان داخل ده ما طلعش، يعني دخل جوه الذره ما طلعش، طلع مكانه الكترون، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه لما بنتكلم على الايونايزنج راديشن، بنتكلم على الاكس راي عموما انها ايونايزنج راديشن، بنتكلم عليها ان الحاجه الاساسيه اللي بتحصل فيها هي الفوتو الكتريك افكت. بيبقى في عندنا يعني بعض الاتومز اللي موجود عندنا داخل الماتيريال بيطلع منها الالكترونز اللي هي نتيجه الانتر اكشن دي، والالكترونز دي الحقيقه بتبقى طالعه بسرعه كبيره بتعمل بومباردمنت للذرات اللي موجوده عندنا داخل الخلايا، وممكن اكشولي ان هي تعمل لنا دامج في الـ في الـ في الـ مثلا الـ داخل النواه نفسها، الجزء اللي فيه بقى الكروموزومز والحاجات زي كده، وبالتالي ممكن تعمل لنا مشاكل، وهي المشاكل اللي بتحصل في الاكس راي نتيجه لكده. اوكي، بس الحقيقه الايفكت ده هو اهم ايفكت، لان احنا عندنا الاكس راي فوتون كان ماشي في دايركشن معين، الدايركشن دوت يا اما يعني يا اما طلع في نفس الدايركشن يعني ما حصلش انتر اكشن، ولو ما بيحصل انتر اكشن ما بيطلعش خالص. وبالتالي حسب عدد المواد، حسب عدد الذرات اللي موجوده اللي حصل معاها انتر اكشن، بيطلع لنا يعني كونتراست مختلف بين الديفرنت تيشو تايبس وبعضها، وبالتالي هو ده اللي يهمنا اكشوالي، هو ده اللي بيعمل لنا جنريشن للاكس راي انرجي او اكس راي ايمج اللي احنا بنبقى متوقعينها من استعمال الاكس راي عموما. فعموما الايكويشن بتاعت الانرجي هنا هنلاقي ان الانسيدنت انرجي بتساوي البايندنج انرجي بتاعت الانر الكترون زائد الكينيتيك انرجي، ومفيش اي حاجه ثانيه، مفيش اي فوتون ثاني طالع بعد كده من الانتراكشن دوت. فالانتراكشن ده بيحصل مع الانر شيل الكترونز، والحقيقه بيعتمد على الانرجي بشكل مختلف شويه عن الكومبتون سكاترنج، بيعتمد 1 على اي تو ذا باور 3، يعني بمعنى ان هو بيقل بشكل اسرع بكتير جدا من الكومبتون سكاترنج. حاجه مهمه برضو مختلفه بينه وبين الكومبتون سكاترنج ان احنا كل ما كان في عندنا زياده في الاتوميك نمبر كل ما كان الانتر اكشن بيزيد بعلاقه زي تو ذا باور 3. يعني لو احنا عندنا مادتين، المادتين دول واحده فيهم الاتوميك نمبر بتاعها ضعف الثانيه، الانتراكشن بيحصل 8 مرات اكتر في الماده اللي الاتوميك نمبر بتاعها اكبر. بالنسبه للماس دنسيتي طبعا بيحصل زياده، والاثنين الحقيقه بيحصل فيهم زياده، في الكونتور سكاترنج وفي الفوتو الكتريك افكت بيحصل زياده، كل ما كان الماس دنسيتي ازيد كل ما كان طبعا لايكلي ان يحصل انتراكشن اكتر، فبالتالي بيحصل برضو زياده زي ما بيحصل في الكونتور سكاترنج. فنلخص بقى الفوتو الكتريك افكت، الايفكت بتاع الاتوميك نمبر
بيسكلي احنا بنتكلم مثلا على لو احنا بنتكلم على انواع تيشو تايبس مختلفه زي الفات زي السوفت تيشو زي اللانج زي البون، بيبقى في عندنا حاجه اسمها افكتيف اتوميك نمبر. افكتيف اتوميك نمبر ده احنا عندنا اي ماده مكونه من ذرات مختلفه، الذرات المختلفه دي موجوده بنسب مختلفه، بنحسب حاجه زي ويتد افريج للاتوميك نمبرز الموجوده عندنا في كل واحده من انواع التيشوز المختلفه دي، كل واحده بنضرب النسبه بتاعت الاباندنس بتاعها او نسبه وجودها في الماتيريال دي او في الماده دي او في التيشو دوت، ونحسب في الاخر افريج نمبر كده بيبقى هو ده الافكتيف اتوميك نمبر. بالنسبه للفات الافكتيف اتوميك نمبر بيبقى 6.3، بالنسبه للبون بيبقى 13.8. طبعا بنتكلم على في زياده كبيره جدا في البون، وبنتكلم على ان احنا العلاقه بتاعه الانتراكشن في الفوتو الكتريك افكت بتبقى زيتو ذا باور 3، فمعنى كده بنتكلم على الانتراكشن مع البون بيبقى ماتش مور ذان الانتراكشن مع الفات ومع السوفت تيشو مع اللنج. وبالتالي زي ما احنا بنشوف في الصور بتاعه الاكس راي البون بيطلع لنا بغايه الوضوح، يعني بيطلع لنا فعلا الاتنيويشن فيه بيبقى عالي جدا جدا، اعلى بكتير جدا من اي نوع من انواع التيشوز الاخرى. لو بنتكلم على الكونتراست ماتيريالز، يعني مثلا في بعض الاحيان لما شخص مثلا بياخد صوره اكس راي وهو ما خدش كونتراست ماتيريال، بيبقى داخل الامعاء مثلا بيبقى فيه عندنا هواء، الهواء دوت الافكتيف اتوميك نمبر بتاعه لما بنشوف بقى الاكسجين والنيتروجين والحاجات الموجوده فيه، لو شفنا الافريج بتاعهم بيطلع لنا 7.6. لو احنا حققنا ماده بنسميها كونتراست ماتيريال، يعني حققنا صبغه، في انواع صبغات بتستعمل في التصوير في الاكس راي زي الايودين زي اليود وزي الباريوم. اليود عاده بيستعمل في الدم، الباريوم عاده بيستعمل في مثلا الامعاء والحاجات اللي زي كده. بنتكلم على الاثنين بنتكلم 53 56، اعلى بكتير جدا من الاير، اعلى من الحاجه اللي كانت موجوده اصلا موجوده جوه الجسم، واعلى من بقيه الانواع الثانيه بتاعه التيشوز الموجوده داخل الجسم. وبالتالي الأجزاء اللي بيحقن فيها الصبغات دي بتطلع بشكل أوضح بكتير جدا من الأنواع بتاعة التيشوز اللي حواليها، وبالتالي تسمح لنا نشوف حاجات ما كناش نقدر نشوفها بشكل واضح من غير ما احنا نحقن الصبغة دي. فعشان كده احنا بنختار الصبغة أو الكونتراست ماتيريال اللي بنستعملها في الإكس رايز إن بيبقى الإفكتيف أتوميك نمبر بتاعها بيبقى أعلى بكتير جدا من التيشوز الموجودة داخل الجسم عشان نقدر نشوف كونتراست. طبعا ممكن نفكر برضه في مواد أخرى زي الكونكريت، زي المولبدينوم، زي التنكسين، زي اللاد، الحاجات دي بقى بنستعمل بقى في العزل. لما بيجي نعزل الاكس راي، لما نيجي دلوقتي عايزين نعمل غرفه اكس راي، عايزين نعزلها عن الغرف اللي حواليها، مش عايزين الاكس راي اللي بيبقى جنريتد وسكاترد داخل غرفه الاكس راي يطلع ويؤذي الناس اللي موجوده بره. فممكن نحط مثلا لو احنا عملنا كونكريت، الكونكريت الافكتيف اتوميك نمبر بتاعه بنتكلم على 17. لو حطينا لاد، لاد اللي هو الرصاص، بيبقى 82. فبنتخيل كده احنا يعني نسبة اعلى بكتير جدا بنقدر ان احنا نشيلها باللد، ان احنا نعمل ترصيص للجدران بتاعت غرفة الاشعة اكتر بكتير جدا ان احنا نحط كونكريت. فبالتالي ممكن نحط very small thickness للرصاص، ممكن يغنينا عن يعني thickness اكبر بكتير جدا بالنسبة للكونكريت اللي هو الخرسانة او المواد الاخرى اللي بتستعمل في عمليات الترصيص او عمليات العزل الاشعاعي بالنسبة للغرف الاكس راي. طبعا بنتكلم بقى لو احنا شفنا العلاقة بين الكونتور سكاترينج وبين الـ يعني علاقة بين الكونتور سكاترينج وبين الفوتوالكتريك افكت، طبعا بنلاحظ ان احنا عندنا بالنسبة للاتوميك نمبر، اتوميك نمبر ما يفرقش مع الكونتور سكاترينج خالص، وبالتالي تغيير الزي يا تغيير الاتوميك نمبر افكتيف اتوميك نمبر ما تفرقش خالص مع الكونتور سكاترينج. فبالتالي كل ما احنا علينا بالزي كل ما كان الاتنيويشن اكتر بالنسبة للفوتوالكتريك افكت او تأثيره اكتر، وتأثير الكونتور سكاترينج بيفضل زي ما هو. بالنسبة لو احنا شفنا العلاقة مع الانرجي زي ما احنا كنا بنتكلم، هو علاقة يعني بتبقى علاقة لها على يعني واحد على اي تو ذا باور 3، اوكي؟ فبالتالي بنتكلم على انها بتنزل بسرعة جدا 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 زي ما شفنا هنا كده. العلاقة طبعا زي ما احنا كنا شفنا في الكونتر سكاتر كان واحد على اي بس، يعني انفرس بروبورشناليتي بس ما فيهاش الباور 3 دي. فبالتالي بنلاقي ان احنا عندنا كل ما احنا علينا بالاكس راي انرجي كل ما كان الكونتور سكاترينج بيبقى دوميننت عن الفوتو الكتريك افكت.
لو خدنا نفس الكيرف ده هو رسمناه بلوج سكيل عشان نشوفه بشكل اوضح شويه، بنلاقي ان احنا زي ما احنا شايفين كده السوفت تيشو عند مثلا 60 او بعد 60 بشويه بنلاقي خلاص تقريبا يعني اقل مثلا ل 1% من الانرجي بتاعته، يعني الانرجي اللي مشيت في السوفت تيشو يعني بيسكلي بيبقى البروبابيلتي بتاعت الانتر اكشن بتبقى 1% من الانتر اكشن اللي بيحصل مثلا عند 20. بالنسبه للبون هنلاقي ان هو ستيل اعلى بكتير الحقيقه. اوكي، فبالتالي نقدر نشوف كونتراست بتوين السوفت تيشو والبون كل ما احنا علينا بالكيلو فولت بتاع كيلو الكترون فولت بتاع الانرجي بتاع الاكس راي. فبالتالي لما احنا نكون عايزين نشوف سوفت تيشو هنستعمل رينج اوف اكس راي انرجيز يكون قليل، لما نكون عايزين نستعمل يعني حاجه زي مثلا عايزين نشوف اساسا البون بنستعمل انرجي تكون عاليه علشان نقدر نشوف كونتراست واضح بينها وبين السوفت تيشوز الموجوده عندنا داخل الجسم. طبعا مهم جدا بالنسبه لنا برضو ان احنا نشوف الاتوميك نمبرز اللي هي موجوده بتاعه المواد المختلفه اللي موجوده الالمنتس الموجوده عندنا داخل التيشوز. فبنلاقي مثلا بالنسبه للبايندنج انرجي بتاعتهم بنلاقي بالنسبه للهيدروجين اللي هو موجود عندنا في الميه اللي موجود عندنا في كل انواع التيشوز الاورجانيك عموما بنلاقي ان البايندنج انرجي بتاعته 0.02 كيلو الكترون فولت، يعني قليله جدا جدا جدا. وبالتالي لو احنا بنعمل مثلا يعني اكس راي ايمجينج بانرجي مثلا 60 كيلو الكترون فولت، اولموست 60 كيلو الكترون فولت دول بيتحولوا لطاقه حركيه او كاينتيك انرجي للالكترون اللي طالع دوت. فبالتالي بيبقى في عندنا طبعا الكترون طالعه بسرعه عاليه جدا ممكن تعمل لنا دامج بالنسبه للتيشو، وده طبعا احد المشاكل اللي موجوده عندنا في الاكس راي ايمجينج. طبعا كل ما بنعلى بانواع التيشوز مثلا المختلفه، لما بنتكلم على الليد مثلا البايننج انرجي بتاعت الليد بنتكلم على ان هي 88 بنتكلم على في صعوبه الحقيقه ان يحصل انتر اكشن بشكل يبقى يعني افكتيف عشان الانرجي الحقيقه بتبقى عاليه جدا، يعني لازم يكون انرجي اعلى من 100 كيلو الكترون فولت عشان تقدر نعمل انتر اكشن ونعمل نشيل يعني ندي البايننج انرجي اللي محتاجها الكي شيل الكترون موجود عندنا في الليد فور اكزامبل. طبعا ممكن يحصل انتر اكشن مع يعني شيلز ثانيه اخرى، يعني ممكن يبقى الشيلز مثلا شرط الكي ممكن يبقى ال ممكن يبقى الام حاجات ثانيه، بس عامه الكي شيل بيبقى فيه صعوبه نتيجه ان احنا محتاجين بايننج انرجي عاليه. انما احنا بنحب ان احنا نشوف الهيدروجين بالذات، هيدروجين والكربون والاكسجين، نتيجه ان هم موجودين عموما في كل انواع الاورجانيك تيشوز. وبالتالي لما يكون البايننج انرجي بتاعت الكي شيل الكترونز بتاعتهم قليله بالشكل ده كده يبقى متوقعين ان الكاينتيك انرجي بتاعت الالكترون اللي طالع هتكون عاليه، وبالتالي ممكن يعمل انتر اكشن بشكل ممكن يكون الى حد ما ممكن يعمل دامج للتيشوز اللي حواليه. لو حبينا نقارن بين الفوتوليكتيك افكت وبين الكونتور سكاترينج نشوف الفرق بينهم او ديفرنشال ابزوربشن، هنلاقي ان احنا لما بنزود الاكس راي هنلاقي ان بيحصل فيور كونتور انتر اكشنز. احنا اتفقنا ان احنا الكونتور انتر اكشنز بتقل بواحد على اي يعني واحد على انرجي، فمعنى كده كل ما الانرجي زادت كل ما كان عندنا فيور كونتور انتر اكشنز. بيبقى عندنا ميني فيور فوتوليكتيك انتر اكشنز، بمعنى ان احنا بنتكلم على ان احنا عندنا الفوتوليكتيك افكت التاثير بتاعه او انتر اكشنز عدد الانتر اكشنز بيعتمد على واحد على اي تو ذا باور 3، فمعنى كده ان بيبقى اقل بكتير جدا من الكونتور انتر اكشنز مع الانرجي. طبعا لما بيحصل عندنا fewer interactions ككومبتون او كفوتوالكتريك افكت معنى كده ان الفوتون بتاعت الاكس راي ما حصل لهاش interaction اصلا مع التيشوز او مع الماتيريال اللي بتعدي من خلالها، وبالتالي بيحصل more transmission through the tissue. لما بنزود الاكس راي انرجي بنتوقع ان يحصل more transmission للاكس راي من غير ما يحصل interactions. طبعا لما بنيجي نتكلم على التاثيرين التانيين المهمين الاتوميك نمبر فور اكزامبل، لما بنزود الاتوميك نمبر ما بيحصلش اي تغيير في الكونتر انتر اكشن، اتفقنا الكونتر انتر اكشنز ما بتعتمدش على الاتوميك نمبر زي، في حين ان احنا عندنا الماتش مور انتر اكشنز بتحصل في الفوتوالكتريك افكت، عشان احنا بنتكلم على ان الفوتوالكتريك انتر اكشنز بتزيد بزي تو ذا باور 3 يعني زي تكعيب. فبالتالي لو حصل عندنا ان في ماده الاتوميك نمبر بتاعها ضعف ماده اخرى بيبقى في عندنا الانتر اكشنز بتبقى 8 مرات في الماده اللي هي بتبقى اكتر. وبالتالي بنتكلم على لما بنزود الاتوميك نمبر نتيجه للافكت بتاع الفوتوالكتريك انتر اكشنز بيبقى في عندنا ليس اكس راي ترانسميشن، يعني الاكس راي ترانسميشن بيبقى اقل بكتير علشان الفوتوالكتريك افكت بيزيد بنسبه زي تو ذا باور 3.
الحقيقه الاثنين الفوتوريكتريك والكومبتون انتر اكشنز بيعتمدوا على الماس دنسي زي ما كنا بنتكلم. فبنتكلم على ان احنا كل ما زودنا الماس دنسي بيحصل بروبورشنال انكريز للتو انتر اكشنز. عشان اتخيل الماس دنسي اكتر شويه بنتكلم على اللونجز فور اكزامبل، الماس دنسي بتاعتها بتبقى حوالي 320 كيلو جرام بير متر كيوب. طبعا احنا بنتكلم على الميه، لو بنتكلم على الدنسي بتاعت الميه، الماس دنسي بتاعت الميه بتبقى 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. وبنتكلم على السوفت تيشوز والماسلز والحاجات اللي زي كده بنعتبر انها تقريبا نفس الدنسي بتاعت الميه. اللونجز بتبقى اقل شويه، اقل بكتير اكشوالي منها. الفات بيبقى قريب بس اقل، البون بيبقى اكتر بكتير. اوكي، فبالتالي بنتكلم على ان احنا الانتر اكشنز بتزيد من اللونجز للبون. كل ما بنتكلم مثلا على الانتر اكشنز في اللونجز بتكون اقل، وبنتكلم على البون بتبقى اكتر بكتير من اللي بتحصل في اللونجز. لو بنتكلم على الكونتراست ماتيريالز بنتكلم على فور اكزامبل اير، الماس دنسي بتاعته 1.3، افكتيف ماس دنسي بتاعته 1.3 كيلو جرام بير متر كيوب. الباريوم 3500، الايودين 4930. فبالتالي بيحصل هنا ماتش مور انتراكشن زان اللي بتحصل مع الاير. فبالتالي لما احنا بنريبليس مثلا لما بنريبليس الاير مثلا نحط مكانه باريوم مثلا في الـ في الـ في اللي هي بنتكلم على الجهاز الهضمي مثلا، بنلاقي ان في انتراكشنز بتحصل اكتر بكتير جدا، وبالتالي ده بيبقى مفيد جدا بالنسبه لنا ان احنا نستعمله ككونتراست ماتيريال. بالنسبة للدم مثلا بنتكلم على ان هو زي مثلا زي المية، بنتكلم على 1000، لما بنزوده ل 4930 في الايودين، لما بنزود عليه ايودين بيبقى طبعا في انتراكشنز اكتر بكتير. طبعا احنا مش بنتكلم ان احنا بيبقى مكان الدم ايودين، بنتكلم ان احنا بنزود شوية ال 1000 دي بحيث يدينا كونتراست افضل شوية. بنتكلم بقى على مواد الاخرى زي ما كنا بنتكلم برضو على ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل مثلا عزل الاشعاعي للمكان اللي فيه جهاز اشعه اكس. فبالتالي لما بنتكلم على الكونكريت بنتكلم على الماس دنسي بتاعت الكونكريت 2350، لما بنقارنها بالليد ليد 11350. فلما بنتكلم على ان احنا ممكن بسماكه قليله من الرصاص ممكن ان احنا نريبليس سماكه ضخمه جدا بالنسبه للكونكريت. فبالتالي برضو دي بتهمنا عشان نبقى عارفين برضو الانتراكشنز بتحصل بنسبة قد ايه علشان نقدر نحط عزل مناسب يمنع لنا الاكس راي راديشن هو يخرج خارج نطاق غرفة الاشعة. لو بنتكلم على الاكس راي عموما بنتكلم على ان هي بيحصلها اتنيويشن داخل الجسم. الاتنيويشن ده هو عبارة عن اي فقدان للنمبر اوف اكس رايز اللي دخلت للجسم. يعني بالتالي بنتكلم على لما بيحصل عندنا فوتو الكتريك افكت بنفقد الفوتون خالص، الفوتون بيتحول يعني بعد الانتر اكشن مع الذرات اللي موجوده عندنا في التيشو بيتحول ان هو يكون موجود في مجرد بس الـ يعني بيطلع مكانه الكترون، يعني بيفقد يعني بيمتص بالكامل وبيطلع مكانه الكترون بطاقه حركيه عاليه. بالنسبه للكومبتون سكاترينج الحقيقه برضو نعتبر ان هو فقد لان هو بيحصل له سكاترينج، وعاده السكاترينج دوت بيخلي الالكترون يمشي في دايركشن مختلف ومعناه كده ان احنا فقدناه، لان احنا اللي يهمنا الحقيقه الالكترون اللي هو او الفوتون اللي ماشي ستريت من الاكس راي تيوب يوصل لغايه الفيلم او لغايه الايمج ريسبتور. اي اكس راي بيحصل له انحراف عن مساره بنعتبر ان هو فقد. فبالتالي نتكلم على لو احنا بنتكلم على برود بيم اوف اكس رايز بنتكلم ان جزء منها بيبقى ابزوربت وجزء منها بيبقى بيحصل له سكاترينج. الاتنيويشن هو الكومبايند افكت اوف الاثنين الابزوربشن والسكاترينج. يعني بنتكلم على الاتنيويشن بيضم ابزوربشن اللي هو بيحصل في الفوتوالكتريك افكت، وبيحصل بيضم برضه السكاترينج اللي بيحصل في الكومبتون سكاترينج. الايكويشن اللي بتوصف لنا الاتنيويشن داخل مسافه معينه في الجسم، لو احنا بنتكلم على عندنا انسيدنت intensity للاكس راي بيم اي نوت، وبتخرج من الناحيه الثانيه اي، علاقه هي اي بتساوي اي نوت اي تو ذا باور ماينس الفا في اكس. الفا دي الاتنيويشن كوفيشنت والاكس ده الباث لينث المسافه اللي مشيها البيم داخل الجسم. فبالتالي بيبقى شكل العلاقه بتبقى اكسبوننشال ديكي بالشكل ده كده. لو رسمناها في سيمي لوج سكيل لو عملنا الواي اكسس خليناها لوج سكيل بيطلع لنا شكل لينير بالشكل ده كده، والسلوب بتاعه هو عباره عن الاتنيويشن كوفيشنت.
فطبعا احنا بيحصل لنا هنا ريدكشن جامد جدا داخل الجسم، وطبعا ده من الحاجات اللي احنا بتهمنا ان احنا نبقى عارفين هي يعني كام، علشان الاتنويشن كوفيشن ده بيتغير من نوع معين من انواع التيشوز لنوع اخر، وبالتالي بينشأ نتيجتها اختلافات في الانتنسي اللي خارجه من الجسم، وبالتالي نقدر نطلع منها كونتراست يسمح لنا ان احنا نعمل دايجنوستس.